والشر لم تنتهي فيهما حركة المد والجزر، ونجد أن أصحاب الخير دائما يعتمدون ويستندون على مرجعيات، وهذه المرجعيات غالبا تكون متنوعة ومختلفة. فمن هذه المرجعيات نجد الكتب من الدين، ولكن يأخذ كذلك من الحياة أو يتأثر بالحياة ويتأثر برغبات الإنسان. باختصار كذلك، فنحن نحيا مع الدين والتدين، نحيا بهما تأثيرا وتأثرا ظاهرا وباطنا وكذلك قولا وعملا. ولكن مؤكد في كل هذا أننا من المستحيل أن نعيش بدون دين أو بدون تدين. فعلاقة الدين بالتدين هي أشبه بعلاقة الكلام بالأفعال. فدائما الكلام أو الكلمات هي التي توجه أو هي التي تصنع الأفعال. ففي غالب الأحيان الكلمات هي التي تصنع لنا الآراء أو تخلق لنا المشاعر، وكذلك هي التي تحرك الأحداث. فدائما كذلك الكلمات، ونقصد بذلك الدين، نجده هذه الكلمات في مواجهة الأفعال، أو هي كلمات لتحقيق أفعال، حينما أقول أفعال لتحقيق تدين، فشكل القول أو يفهم معنى القول. إذن دائما علاقة الدين بالتدين هي علاقة الكلمات بالأفعال، ودائما هناك الكلمات والأفعال معا، أو الكلمات أو الأفعال. دائما كذلك قلت هناك تنسيقات وتركيبات عديدة، وهذه التنسيقات يعني عملية الاختيار هي التي تجعل أو تحدد لنا معاني أو تحدد لنا دلالة الحياة في حدود أو ضمن الحدود الفردية أو الحدود الاجتماعية. السؤال الذي حرك هذا الموضوع الذي اخترته هو سؤال أراه ينبغي أن نطرح. إذا كان الإسلام هو كدين سماوي، هو يغطي على القيم الإنسانية، كل القيم الإنسانية، فما هي الأسباب التي تجعلنا نشاهد أو نرى هذا الانحلال في بعض الأحيان الخلقي؟ وهذا الأمر أشار إليه منذ قليل الأستاذ، وأشار إليه أساتذة آخرون. لماذا نشاهد في حياتنا اليومية كل هذا الانحلال الخلقي، هذا كذلك هذا التفسخ الفاضح؟ بالتأويل والتفسير، وهذا الأمر كأننا لدينا دين، ولكن هذا الدين لا يتحرك أو نصوصه لا تتحرك في الحياة الواقعية، لأن هذه الآلة كأنها آلة موجودة، ولكن هي آلة معطلة. كذلك من بين الأفكار التي تطرح في علاقة الدين بالتدين هي أن أي نص، وخاصة سأركز على النصوص التي أشتغل فيها، النصوص الأدبية، أي نص هو فضاء محمل بالتناقضات. في كل نص هناك تناقضات، وهذه التناقضات تكشف لنا مختلف الممارسات، سواء كانت الممارسات اجتماعية أو سياسية أو ثقافية. المقصود بذلك أنني من خلال نص حينما أقرأ نص، إذا كان هذا النص يتكلم عن مثلا ينقل لنا صورة الظلم دون الحديث عن العدل، يمكنني أن أصل إلى معاني العدل أو دلالة العدل، أو كيف ينكشف أو يتوضح لنا أو ينجلي لنا العدل. وهذا الأمر ينطبق على كل القيم الإنسانية، يعني بمجرد أن أقرأ نص يتكلم على الفقر، هذا النص دون الحديث عن الحق أو العدالة، يمكنني أن أفهم ما هي أسباب الفقر، انتشار الفقر، وهل من أسباب انتشار الفقر عدم القناعة، الطمع،
إذن ولهذا منطلق أي نص أو الحركية التي تحدث في أي نص هي أنه يكشف لنا مختلف التناقضات. الأمر الثاني الذي أريد أن أشير إليه قبل أن أتطرق إلى موضوعي أن أي نص أدبي أو علاقة النص الأدبي بالنص الديني أو بالدين أو التدين في غالب الأحيان النص أو المواضيع الدينية لا يصرح بها بشكل علني في النصوص الأدبية. هذا الأمر يكون مغيب أو غائب يكتشف من خلال أو يكتشف من خلال ما يسمى المناطق اللا محدودة أو ما كذلك ما يسمى بما تحت السطور. يعني ممكن أن نفهم إذا كان هذا الكاتب أو من كتابها محمد ديب، لا أدري إذا كنتم سمعتم بهذا الكاتب، وكاتب ياسين ومولود معمري ومولود فرعون وآسيا جبار وملك حداد، سأرى أحاول أن أفهم كيف نظر هؤلاء الكتاب الذين كتبوا بالفرنسية إلى الدين الإسلامي وإلى سلوكيات الإنسان المسلم. أولاً هذه الروايات التي وقفت عليها كتبت بين 1939 وحاولت أن أتوقف عند 1962 يعني باستقلال الجزائر مسلم. فنجد كاتب مثل مولود معمري يقول بأن الإنسان المسلم، لأن لم يبقى لي كثير من الوقت أحاول أن أركز على بعض الأمور الهامة التي ذكرت في هذه الأعمال، أن الإنسان المسلم يكون أكثر إنسانية، يعني يشعر بأخيه المسلم، يكون معبر عن إسلامه حين ضعف أو مرض فقط. فهموم الحياة أو سلطة المكانة تجعله أو تجعلان منه يتخلى أو ينسى الأمور الإنسانية. وله عبارة مشهورة في هذا يقولها بالفرنسية، أحاول أن أترجمها الآن إلى العربية. هو يسأل سؤال ويجيب، يقول هم إنسانيون؟ أبدا ليسوا كذلك، لأن لا وقت لديهم. مولود معمر يلخص غياب الإنسانية في وطننا العربي المسلم، وخاصة هو يتحدث عن الجزائري، يقول نحن لسنا بإنسانيين لأن لا وقت لدينا. ولا يقصد أن الوقت غير كافي، لأن ولكن هو يقصد المقصودة من هذا الأمر أننا منشغلين بأمور أخرى خاصة بنا، أو يمكن أن يفهم هذا على أننا أكثر أنانية وأقل إثارة أو حبا للآخر. الآن كان ركز كذلك، كان من أكثر الكتاب تميزا من الجانب الديني، فيرى أن الإشكالية مشكل أو الإشكالية التي وقع فيها الإنسان المسلم، الإنسان العربي وهو يتحدث عن الجزائري، هي إشكالية الحقيقة والنفاق. يقول أن مشكلتنا بالدرجة الأولى هي الحقيقة والنفاق. فالتشبث بالدين الإسلامي أو بالدين الإسلامي طبعا أو التخلي عنه يكون تحدي للآخرين. يقول بأن حتى لن نفتقد، مشكلتنا أننا نفتقد لليقين. الدين لا علاقة له لا بالدين الذي نمارسه أو التدين الذي نمارسه، لا علاقة له لا بالإيمان الحقيقي ولا باليقين الديني، لأننا نريد أن نظهر فقط نوع من التحدي. ربطا لهذا الموضوع في قضية مثلا الإلحاد، كاتب كذلك كتب بالفرنسية هو مولود معمري، يقول حينما ناقش هذه المسألة منذ ما يفوق 50 سنة في رواية صدرت في سنة 1959، ناقش هذه المسألة من خلال شخصية روائية، مسألة الإلحاد، يقول الغالب الإنسان ينتقل إلى الإلحاد والدافع يكون هو القراءة أو اكتشاف الإلحاد من خلال الكتب فقط. يعني الإلحاد، باب الإلحاد يفتح حينما نقرأ كتب تتحدث عن هذه المواضيع، ولكن مواجهة الإلحاد هو لا يعتبر إعطاء النصيحة أو الموعظة تحل لنا مشكلة الإلحاد. ويقول بأن يكفي للحياة، يكفي أن نعطي للحياة فرصة، الحياة حياة الاجتماعية كفيلة بأن ترجع الملحد إلى طريق الصواب
الصواب أو إلى الدين الحق إلى الإسلام. أو إذا لم تنجح الحياة فعند النهاية نقطة النهاية يعني نقطة الموت لن يمكنه أن يبقى على إلحاده. هذا فكر تاع واحد ليس إنسان متدين، إنسان يعني يشتغل في الدين والتدين، إنما هو إنسان كاتب روائي مفكر. بالنسبة لكاتب وأكمل بهذا الكاتب مالك حداد، هو مالك حداد يعتقد بأن ما ينقصنا كذلك في إسلامنا نحن هو الإيمان بالمعجزات والإيمان اليقيني بإله نتوجه إليه بالدعاء. فمن خلال شخصية روائية، هذه الشخصية ضاعت في الصحراء أو تاهت في الصحراء، عوض أن تتوجه إلى الله بالدعاء نجدها أو تنتظر المعجزة. ينبغي للجميع أن ينتظر المعجزة، أن يؤمن بالمعجزة، يمكن المعجزة أن تحدث. فعوض أن يتوجه هذا الإنسان الذي تاه في الصحراء إلى الله، أنا مثال عن أي إنسان يتوه في أي حادثة تحدث له في الحياة. فهذا البطل فضل الانتحار. فيقول الكاتب مالك حداد، نكون بهذه الصلاة مع أخت كريمة تجشمت وفاء السفر من بلاد الجزائر، ومداخلتها من طرأ لها طعم خاص وهو تتبع أو صورة الدين في الأدب وفي الرواية الجزائرية على وجه الخصوص، ولكن قدر الله ما شاء فعل هذا هو النظام. إذا من هذه الحقول المعرفية ننتقل بالدين إلى القانون، والمداخلة الأولى في هذا المجال للأستاذ الفاضل الدكتور جمال الطاهري، أستاذ بهذه الكلية، أستاذ القانون بالكلية بعدد التخصصات الناظور، ومنسق ماستر قانون العقود والأعمال بالكلية، فليتفضل مشكور. أولا أشكر وأرحب وأحيي الجميع مع إنزال كل واحد منزلته. قبل أن أطلب من المشرع أن يكون متدينا، وهذا الطلب قد تتجارى الآراء لأجل رفضه، لأن ذلك يتقنه كل أحد. أما محاولة المتواضعة فتريد أن تسعى إلى الاستجابة له لمبللات علمية وموضوعية ولسياق تاريخي معين. أريد من المشرع أن يكون متدينا حين يكون الدين مرجوعا إليه، والحال أن الدين طبعا في حالة المغرب الإسلام طبعا حين يكون مرجوعا إليه فإنما يرجع إلى الجانب القانوني من هذا الإسلام، إذن إلى الشارعة. فأولا ما موقع القوانين في عالم المسلمين، ولا أقول العالم الإسلامي، ورحم الله أستاذنا رشدي الكار، ما موقع القوانين في عالم المسلمين من الدين ومن ما من الشارع؟ ما لا تخطئه عين أي باحث هو أن الشارعة أو الدين في قوانين عالم المسلمين إما الدين أن يكون مرجوعا إليه، وإما أن يكون محالا إليه. نتحدث عن الإرجاع حين نجد في القوانين الأساسية التساتير ما يفيد أن المشرع في بلد معين عليه أن يرجع إلى الشارعة متى وهو يصوغ القوانين في قلب ملزم. فالخطاب هنا موجه إلى المشرع. يكون الدين محالا إليه حين نجد ليس في القوانين الأساسية وإنما في القوانين العادية ما يفيد
أن القاضي الآن وليس المشرع ينبغي عليه حين وجود سكوت أو فراغ شرعي يجب عليه أن يرجع إذا أعوزه النص الشرعي إلى الدين أو إلى الشريعة وفق ترتيب معين يختلف من مجتهد إلى آخر. هذا ما نلحظه في كثير من القوانين في البلاد العربية. المثال مصر، يعلم الجميع أن مصر ينص أو تنص المادة الثانية من دستورها على أن الإسلام هو دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، كما تحيد الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني الذي عاش مخاض كبير مع المرحوم السمهوري. أقول تحيد هذه الفقرة القاضي حين لا يجد نصا تشريعيا جائزا فليحكم بمقتضى العرف، فإن لم يجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية وفق هذا الترتيب في الدرجة الثالثة. وهذا المسلك نلاحظه في كثير من قوانين عدم المسلمين. هذا الإرجاع، هذه الإحالة غير واردة بالنسبة لحالة القانون المغربي. فلا الدستور ينص على المصدرية الرئيسة للشريعة الإسلامية، ولا قوانيننا العادية تحيل القاضي إلى الشريعة إحالة صريحة واضحة. دون أن يعني هذا لا أن المغرب دولة علمانية ولا أن مصر دولة ديمقراطية أو دينية. إذن فالتنصيص الدستور المغربي في الديباجة والفصل الثالث على كون الإسلام هو دين الدولة وعلى كون المغرب مملكة أو دولة إسلامية ينفي الطبع العلماني، لكن دون أن يعني إرجاع لا المشرع ولا إحالة القاضي إلى الشريعة الإسلامية. أيضا لا يمكن أن يكون الدستور المصري أو غيره أو القوانين العادية المصرية أو غيرها أقوى درجة من حالة المغرب بالنسبة إلى هذا الإرجاع وإلى هذه الإحالة، لأننا إذا رصدنا مضامين القواعد القانونية المختلفة سنجد أن القواعد الدينية في القوانين المغربية بحجم أكبر بكثير من القوانين الأخرى في باقي دول العالم المسلمين. ما الذي جعل المشرع المغربي لن يقوم بهذا الإرجاع ولا بهذه الإحالة؟ أولا بالنسبة للإرجاع الدستوري ربما هناك مسألة بديهية، أي أن المملكة المغربية متحصنة من مخالفة قوانينها للشريعة الإسلامية، وهذه مسألة فيها نقاش. ثم بالنسبة للقوانين العادية نحن نعلم إذا أخذنا نموذج أو النموذج القانون المدني أو ظاهرة التزامة العقود المغربية الذي استكمل القرن وما يزيد، سنجد أن هذا القانون رغم غياب هذه الإحالة عنه حين صيغ بتبرير توفيقي صدته سلطة الحماية بناء على تقاريرها تبرر وتوفق بما مفاده أن هذا النص المأخوذ عن مدونة سانتيانا، المأخوذ عن المجلة التونسية، المجلة التونسية التي استشير بشأنها 5 من قضاة الشرع و5 من علماء الزيتونة، والحال أن ظاهرة التزامة العقود نسخة من هذين، وبالتالي باختصار كما قالت التقريرات سيجد فيه المغاربة ما لا يسخطهم وسيجد فيه الفرنسيون ما يرضيهم. على أي حال هذا أسلوب توفيقي معروف إلى درجة أن أقل أحدهم إن تأثره بالديجيز أكثر من تأثره بالقرآن أكثر من تأثره بالديجيز. بعد رحيل الحماية
الإرادة نحو إسباق هذا النص المهم جدا المتعلق بحركة الأموال، هل حركة الإرادة نحو إسباقه بالصيغة الدينية الإسلامية؟ نعم، بدليل أنه بعيد الاستقلال مباشرة خطب الملك آنئذ أمام اللجنة المكلفة بمراجعة قوانين الكولونيالية حين قال مرتجلا: عليكم إصبار هذا القانون بالصبغة الإسلامية السمحة والنظر في مطابقته أو عدم مطابقته للعقيدة الإسلامية بالنص. كان هذا في 21 أكتوبر 1924 بالضبط. إذن سواء سلمنا أن قوانيننا العادية بها نصوص دينية كان ذلك ضمنا أو صراحة أو فعلا أو لم نسلم، فالواقع أنها تضمن قواعد دينية كثيرة سنأتي إلى عينات منها. لماذا لم يتم إصباغ هذا النص بالصبغة الدينية استجابة للإرادة الملكية ذاتها؟ بل العكس كما يقول الأستاذ أحمد الخنديشي، استمرت التبعية مسيرتها بجد ونشاط إلى الآن. إلى الآن لازال ظهير تسمة العقود لم يراجع بعده مع تضمنه أي حال سمع هذا بالتفصيل إذا أتيحت لنا الفرصة. إذن المقصود بالقاعدة الدينية التي تعنينا هنا هي القاعدة الدينية التي إما أن يأخذها المشرع جاهزة أو يستنبطها من الشريعة الإسلامية بغض النظر عن وجود الإحالة أو الإرجاع من عدم وجودهما. الآن والحال أن المشرع المغربي لم يستجب لإرادة الملكية ولم يصبغ هذا القانون بالصبغة الدينية، فمعنى ذلك أنه أراد أن يصر على القانونوية. ما معنى ذلك؟ ماذا أقصد بالقانونوية؟ بالجوريديزم. وبالحين يتحرك لا المشرع ولا القاضي ولا المفتي بين حد أقصى وحد أدنى، بحيث هذه الحركة تسمح بها بنية النص ذاتها. ونستحضر هنا وأتحدث تحت رقابة أساتذتنا الأطفال، نستحضر هنا نظرية الإمام الشعراني متعلقة بدرجتي الميزان، يعني حين ينطلق من كون أقوال الشارعة لا تخرج عن كونها قريب أقرب بعيد ومن زاوية الأمر والنهي درجتي تخفيف وتشديد. على أي حال لا أقصد هذا، لأن هذا أمر يقوم به القاضي بعد تقليد أو المفتي بعد استفسار، ويتعلق بالسلوك العام ولا يتعلق بسلوك المشرع. على أي حال أخذ عينة واحدة يظهر أن المقام الزمني لن يسع، أخذ مثال واحدا من عينة واحدة من قانون الأموال لوضعية زمة العقود، قاعدة الغبن الذي يعني أبينه لغير طلبة القانون، يعني التفاوت المحسوس بين الأداءات إلا إذا كان مقترن بهذا العيب أو لاحقا بناقص أهلية مأذون. أما من يغبن ولو مهما بلغت درجة الغبن ولو كانت بأضعاف قيمة المبيع، في حالة المغرب إذا لم يكن متجنسا عليه ولم يكن ناقص أهلية واكتشف أنه غبن في ملايين، ما عليه إلا أن يتمثل قولا أسكني ذريح فأصبحت الغداة ألم نفسي على شيء وهو ليس بالمستطاع، كمغبون يعض على يديه تبين غبنه بعد البيع، ما عليه إلا أن يتمثل قول المجنون لبنى فقط. هل يسمح التدين أو هل يسمح الدين في عمومه بأن نبقي على الغبن فلا نعتبره سببا لإبطال العقد ولو كان بأضعاف القيمة؟ ما الذي أجاء المشرع المغربي إلى ذلك؟ هل هو تبع
وذلك الضبابية وذلك الغموض وذلك الاختلاف ولأقول التنوع في الأقوال المتعلقة بضبط كتلة الغبن في الفقه المالكي أبدا. وهذا أكده أستاذ على الفاسي في كتابه دفاع الشارع عن المشرع المغربي في هذه المسألة، خالف ما جرى به العمل، والمخالفة أو مخالفة ما جرى به العمل أحيانا لا تكون بارئة، لأن ما كان وراء مخالفة ما جرى به العمل في عدم إقرار الغبن المجرد على الغلط المحرم، ما كان وراء ذلك هو المقاصد الاستعمارية أو الاستثمارية. الله يرحم مولود قسم ابن القاسم، أستاذ الله يرحمه، مولود قسم ابن القاسم هو الذي اقترح لفظ الاستثمار عوض الاستعمار. على أي حال يظهر لي أنني لم أقل شيئا لأنه اجتاز عملي، وأتمنى أن يكون في نقاش فسحة لمزيد من التفصيل ولمزيد من التفاعل مع حضور الكريم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكرا. الحقيقة إذا التوازن الضبط هو التوازن، هذه المعادلة اشتغل عليها الفكر الإنساني خصوصا في العلم الاجتماعي، اشتغل على هذه الثنائية. فكل التشريعات القانونية تأتي لتضبط السلوك البشري والإنساني وتحدث أيضا توازن الواحد، أحكامه مواده فصوله واحدة، تفسيره أيضا واحد مع بعض الاختلافات. لكن الخطاب الديني هو خطاب متنوع، لأن تكلموا عن الدين والتدين، الدين واحد والتدين أنماط مختلفة. نفس الشيء نقول القانون واحد والخطابات الدينية متعددة ومتنوعة ومختلفة. كيف الإجراء لظروف قد تكون مبررة من ناحية الاجتماعية والمجتمعية، ما هو رأي الحل في الإسلام بهذا؟ إذا فهذه فكرة الإسلام والحل، ما نقولوش الإسلام والحل، نقول الإسلام والحق، جات معنا إلى قلناها، الإسلام والهدى معقولة. أما أن تقول الإسلام والحل وإلا عندنا مشكل مع البنك الدولي، نحتاج إلى الدخل الإسلامي. ما رأي الإسلام في علاقة المغرب مع البنك الدولي؟ ما علاقة الدور الإسلامي في قضية الصحة اللي عندنا فيها مشكل اليوم مع كذا؟ إذا سنضع أنفسنا في موقف حرج مع كامل الأسف. طبعا المقولة الثانية تقول السلطان غشي خير من فتنة تدوم، هذه تروجها للخطابات الدينية، ومن من قال قانون غشي خير من فتنة تدوم، هذه على نقيض الفكرة الأولى. طبعا هدفه هو التجميع والحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي والدولتي إلى آخره، وهي أيضا لأن المقاربة التشريعية جاءت بمفهوم العدل وإقرار العدل بدلا تصويغ وتصويغ لفكرة الظلم التي قد تكون باسم القانون وباسم الحاكم الذي يحكم بهذه القوانين. نقطة إصلاح العيش المشترك، خطاب الذي ينبغي أن يدعم فكرة مقومات العيش المشترك. السؤال الثاني حول أو فكرة الثانية حول المواطنة، ما الذي وقع في فرنسا؟ المواطنين الفرنسيين وما عندهمش الكبدة على بلاده على وطنه، مستعد يضحي بلاده هذا خلل، هذا إشكال. الدور في الخطاب الديني مهم في تثبيت وترسيخ فكرة حب الوطن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وشاف واحد الشاعر، كان في المدينة عفوا، وشاف واحد الشاعر أصيل يتغنى بمكة، قال يا أصيل لقد ذكرتني بمكة وإني لمكة لمشتاق، لو أن قومي ما خرجت منك كما جاء في بعض الدلال. المسألة الثانية الحديث على حقوق الإنسان، العلاقة ما بين الإسلام وحقوق الإنسان علاقة مرتبطة، ماشي لأنه فرضوا علينا نتكلموا العقل، بالعكس فرضوا على الخطاب الديني أنه ما يشهرش للأشخاص والهيئات. تلقى اليوم خطيب واعد خطاب ديني مقال كذا، نشهر بالأشخاص وبالهيئات على رأي ينسى الخطيب أو واعد أو مصدر الخطاب على أنه شخص عمومي يمارس خطابه الديني في مكان عمومي. فالخطاب الديني هو خطاب عام موجه للناس. فمرة أخرى أشكركم شكرا جزيلا، أشكر سيدة الرئيسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمكانيات وجود توترات مجتمعية، فلا شك أن أي نمط من أنماط التدين إلا ويرتبط بتوجه ما، وهذا التعدد على مستوى التوجهات يعني على مستوى أفراد أو تنظيمات أو جماعات من شأنه أن يخلق توترا وصراعا أحيانا مجتمعيا قد يصل إلى أقصى حالاته المرتبطة بإدارة هذا الصراع في أقصى صياغه المرتبطة باستعمال العنف. لاحظوا معي
الخطوة التي ينطوي عليها غياب إدارة وتدبير. أيوة. إذن لماذا؟ لأن حينما تحدث عن وجود أنماط متعددة من التدين فنحن إذا تنافس لأشكال تدينية معينة في المجتمع. فالحقل الديني يمكن أن نشبهه بالتنوع، وإذا ما تركنا المجال هكذا بشكل عادي وبشكل طبيعي فلربما سوف نصطدم بأشكال صدامية في المجتمع قد تؤدي بتهديد العيش المشترك والاستقرار المجتمعي وغيره. إذن هذه المداخلة تنصب على مقاربة، تحدث عن الغلو، عن التطرف إلى آخره، كما لو أن ما يرتبط بالدين الموضوع، كما لو أن هذا الذي نعيش في ظله وفي كل ما يرتبط بالمسألة الدينية أو بالجانب الديني كأنها قدر لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه. والحقيقة هي مجموعة الاعوجاجات والانحرافات التي قد تعقروا هنا أو هناك. متى يحدث الخلل؟ يحدث الخلل حينما يصبح الدين مؤثر بما هو سياسي، والحال أن ما هو سياسي هو التدين. وهذا لماذا؟ لأن للأسف الدين الآن أصبح تابعاً ومستبعاً لما هو سياسي في إطار تدبير التوازنات إلى آخره، وهذا جوهر وإشكال. ثم فيما سيأتي أيضاً من السنوات اللاحقة. ثانياً تأسيس وبداية تجذر الحركات الإسلامية. ثالثاً الحرب العالمية على العراق وتفجيرات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا الحدث كان حدثا أساسيا وبارزا في دفع الدولة إلى اعتماد سياسة دينية جديدة. ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت الإسلام بشكل مباشر وأيضا غير مباشر، على اعتبار أن الخطاب الديني هو الذي كان وراء تفجيرات 11 سبتمبر. لذلك سنت سياسة تجفيف المنابع الفكرية للإرهاب بالضغط على الدول الإسلامية لإحداث إصلاحات ثقافية ودينية. مجموعة من الدول الإسلامية، مصر، قطر، السعودية وبما فيها المغرب أيضا. السياق الخاص يتعلق بتفجيرات 16 مايو 2003. هذا الحدث أنهى فرضية الاستثناء المغربي من تطرف والإرهاب، وكشف الغطاء على الانعكاسات والنتائج السلبية للسياسة الدينية السابقة التي كانت مبنية على التشجيع واستيراد الفكر الوهابي من السعودية لأجل خلق توازنات سياسية مع الإسلام السياسي. مجموعة من الأفكار وردت في هذه المداخلة وردت في مداخلة أستاذتي سابقا. قلت هذا الحدث فتح النقاش. الرهان الأول رهان إيديولوجي يتمثل في تقوية المشروعية السياسية للمؤسسة الملكية. الرهان الثاني في النقاط التي تقل العلماء فيه شقين، شق يهم تغطي القيم الدينيين وشق يهم تغطي المجتمع في البوادي والمدن من خلال مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي يقوم بها العلماء. ثانيا سأنتقل مباشرة إلى إحياء وتوظيف مؤسسة الزوايا، حيث نجد أن السياسة الدينية الجديدة عملت على إحياء الزوايا وتوظيفها. من مظاهر إحياء الزوايا تعيين أحمد توفيق المنتمي للزاوية البوتشيشية وزير الوقف والشؤون الإسلامية، تنظيم العلم المنتقد حول التصوف ملتقى سيدي الشيخ النموذجان، الدعم المالي للزاوية على شكل هبات ملكية، إحياء المناسبات الدينية في الزوايا والأضرحة، تعيين شيوخ الزوايا بضهائر، تأسيس مراكز دراسات للبحث في التصوف وتاريخ الزوايا. في مظاهر الأساسية لتوظيف الزوايا هناك توظيف في السياسة الداخلية وتوظيف في السياسة الخارجية. فيما يتعلق بالسياسة الخارجية سنركز على ما يمكن تسميته بالدبلوماسية الروحية، أساسا في العلاقة المغرب مع الدول الإفريقية، حيث يتم توظيف الطريقة التجارية في هذه العلاقة لتطوير والعلاقات المغربية مع الدول الإفريقية. كثير من المظاهر ولا كثير من الأمثلة والأحداث في هذه العلاقة الدبلوماسية سنأتي إليها إن شاء الله في أثناء المناقشة. ثم تضيف السياسة الخارجية لأجل خلق توازنات السياسية الداخلية. نتذكر جميعا كيف تفاعلت مجموعة من الزوايا مع في استفتاء دستور 2011 من خلال الدعوة إلى تسويق بناء، من خلال إحياء ليالي صوفيا سميت بليالي مباركة الدستور الجديد. لن أتطرق إلى مؤسسة المسجد لأن الوقت لا يسمح.
سأختم مداخلتي بالحديث عن ثنائية الدين والسياسة في السياسة الدينية الجديدة. أعتقد أن السياسة الدينية الجديدة على مستوى النظري حسمت إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة في النسق السياسي المغربي. هذه الإشكالية تظل متأرجحة بين من يدعو إلى الفصل ومن يدعو إلى الوصل، وحاولت أن تجمع بين المبدأين معا، الوصل على مستوى الشخص الملك والفصل على مستوى باقي الفاعلين. نستحضر هنا خطاب الملك محمد السادس يقول فيه: فالدين والسياسة لا يجتمعان إلا في إلا القانون يضعه القوي. لا ينتظر من الضعيف أن يفرض قانونا على القوي، العكس هو الصحيح. في المنظومة القانونية الدولية، حقوق الإنسان وغيرها التي سمعناها الآن، عندنا 30 مادة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ديسمبر 1948، فيه حوالي 3 مواد أو 4 تخالف الشرع، تخالف ما هو مقرر في شرعنا. منها على سبيل المثال: الإنسان يستطيع أن يغير دينه، الإنسان معنا الردة، الإنسان المرأة والرجل متى يعني شاء أن يؤسس أسرة يؤسس عادي، احنا عندنا شرط الولي إلى غير ذلك من النقاط. لماذا كانت هذه البنود موضوعة وموجودة في هذا القانون؟ لأن العالم العربي الإسلامي في ذاك الوقت كان كله تحت نير الاستعمار، والذي وضع هذه القوانين هي القوة العظمى التي تحدثنا عنها قبل أو تحدث عنها بعض الأساتذة. الجانب الإنساني في حد هذه الأخ بارك الله فيه، النبي صلى الله عليه وسلم مرت جنازة عليه وقف، الصحابة قالوا له: يا رسول الله، هذه جنازة تاع يهودي. فقال لهم: أوليست نفسها؟ هذا نحن ننظر إلى الإنسان كإنسان. جانب آخر مظلم نوصله إلى فكره ثم يعتقد به ويتصرف من على أساسه، لكن نحاول أن نوضح للآخر الذي نتمنى أن يسلم ويكون في صفنا أن نعطيه جانب مشرق في ديننا وهو الأصل. طبعاً مرت بعض الحقب في تاريخنا العربي والإسلامي عموماً، حقب الاستعمار التي ولدت واحد الجانب من الحقد وواحد الجانب من التصرف ضد الآخر بعدوانية إلى آخره، كانت لها أسبابها ومسبباتها. لكن المسلم هذا هو، أنت إذا أردت أن تنصر دينك فعليك بالتحمل، عليك بالتحمل. شكراً. المسألة حاسمة، ولا بد لمن يريد أن يحقق تدينا وسطيا أن يقفز عن هذه المساحة وهذه الآلية الكبيرة جدا، ألا وهي مسألة التربية والتعليم. في المناهج التربوية تعلمون أن الحديث يقودنا إلى الكلام والحديث عن السياسة التربوية والسياسة التعليمية. في النظام التربوي المغربي، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، له مداخل، أولها مدخل التربية على القيم. وهذا المدخل في البند الأول تجدون التربية على القيم الإسلامية، أو أن هذا المتعلم أو المتشبع أو التلميذ المغربي أن يتشبع بالقيم التربوية الإسلامية، لكن هذا على مستوى التصور المنهجي في مستوى الأعلى. الإشكال عندنا في التنزيل وفي التنفيذ وفي التفاصيل، وتعلمون من يكمله في التفاصيل. في صناعة مقررة عروض على البرامج هنا الإشكال، كيف لهذه المقررات والمناهج التربوية بالفعل أن يتم فيها تصريف قيم العقيدة الإسلامية السمحة، قيم المواطنة، قيم حقوق الإنسان، قيم الأسس العقيدة الإسلامية، كيف يتشرب المتعلم؟ الواقع يشهد عكس هذا، حيث نجد أن المتعلم الخريج الطالب المغربي المخرج من النظام التربوي لا يكاد يعلم أساس الدين أو ما يعلم من الدين بالضرورة كما يقول ابن عاشر رحمه الله. وبالتالي هذا سؤال ينبغي أن نناقش، وأن يكون لنا نوع من الجرعة ومن الصراحة بين مكونة جميع المجتمع حتى نناقش بالفعل صناعة السياسة أو قرار تربوي في بلدنا. ما هو مصدر شيء، لكن ما هو موجود ومصرف في برامجه وفي المقررات شيء آخر. وتسمعون بعض الأصوات بين الفينة الأخرى من ينادي الآن
باقصاء التربيه الاسلاميه من المناهج الشرعيه، وكان ماده التربيه الاسلاميه على قلتها وعلى ندرتها وعلى حشمه معاملاتها هي المسؤوله عن صناعه التطور الدولي. راه كذا. فالنظام التربوي المغربي يزاحم ذهنه وعقله خمس لغات او اربع لغات. كيف ينشا هذا المتعلم؟ واللغة حامله للقيم، اذا كانت لغه فرنسيه، اذا كانت لغه انجليزيه، اذا كانت كذا. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا. وشكر الله لاخي بجواري، فقد اذن لي ان استفيد بنقطه من او بدقيقه من الجزء. في الحقيقة لم أتحدث عن الموضوع الذي تحدثت عنه البارحة أو في البارحة، ولكن سأذكر بعض الخواطر أو بعض الأفكار الموحية. أعجبني حديث أحد الإخوان عن شرط القراءة كشرط مبدئي وكلي لتسديد مسارات النظر ومسارات العمل. وأعجبني أيضا عندما قيد هذه القراءة واشترط أن تكون باسم الله. أقول إن آفة الحضارة الحديثة هي أنها قدمت قراءات مدثورة عن اسم الله غير موصولة باسم الله تعالى. ولذلك استعادة هذا اللون وهذا النمط من القراءة للكونين الطبيعي والاجتماعي أعتقد بأنه شرط تأسيسي وشرط أساسي جدا ومبدئي وكلي لكل نهضة، لكل حديث، لكل قول، لكل ممارسة. ولذلك لو نظرنا أيها الإخوة في سورة الإقراء، بدأت بمطلوبية القراءة ووسطت بالحديث عن أزمة الإنسان المعاصر الآن وعن أزمة الإنسان في كل زمان، وختمت بثمرة القراءة عندما تكون باسم الله. أما التوسط الذي كشف عن علة العلل كلها فهو في قوله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأنا أرجو من الإخوة أن ينتبهوا لقوله تعالى أن رآه. الضمير يعود على من؟ يعود على الإنسان الذي طغى واستغنى عن القراءة باسم الله فخيب نفسه في الوجود على صعيد النظر، على صعيد القيم، على صعيد الأخلاق، على صعيد التشريعات إلى آخره إلى آخره. لكن عندما تقرأ الكونين الطبيعي والاجتماعي باسم الله تخضع لسلطان الله وتسجد تقربا إليه. خاتمة الصورة كلا لا تطعه، أي هذا الذي يريد أن يستغني عن القراءة باسم الله لا تطيعه واسجد وامتثل. الملاحظة الثانية، مشكلتنا الكبرى التي على كل تنزع من هذه المشكلة التي أشرت إليها، مشكلتنا أيها الإخوة أجملها فيما أسميته في بعض المقالات وبعض البحوث والدراسات التي نشرتها بآفة التشاخص المرجعي في الحضارة العربية والإسلامية. يقول الله وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. أمتنا فقدت شرط السلمية لمرجعيتها، لم تعد هذه الأمة سلما لمرجعيتها. كل القضايا التي أثرت من الأبواب المتفرقة التي تحدث من خلالها الإخوة في الجانب القانوني، في الجانب السياسي، في الجانب الأدبي، اللغوي، إلى آخره، التشريعي، الفقهي، الديني، كلها يمكن إرجاعها إلى هذه العلة عندما تتشاكس المرجعيات. عندما تحدث الأخ الكريم من الزاوية القانونية عن مرجعية الشريعة أو عدم مرجعيتها، التنصيص على مرجعيتها الأساسية أو التكميلية. شكرا أستاذ. الله يكرمك. وقد استفاد من صداقتين أستاذ الذي بجانبين. بعد ذلك نتحدث قبل قليل. فعلا مشكلتنا وآفتنا أيها الإخوة في مناهجنا التربوية يبدو أن الدول الإسلامية كانت تستهين بهذا الأمر
وكانت تتعامل مع المادة الحيوية مع مادة التربية التي بها يناط إعداد الأجيال المستقيمة والأجيال القويمة في سلوكها وفي قيمها وأفكارها وعقائدها. يبدو أنها كانت تستعين بهذا الأمر، ويبدو أنها بدأت تدفع الثمن. ولو لم يتدارك المسؤولون على الشأن التربوي في بلاد المسلمين هذا الأمر، فيولو هذا الأمر الأهمية اللازمة، ربما سيندم الناس حين لا ينفع الندم. أشير فقط إلى أن أحد الطلبة الذين سألوا تحدثوا عن كيف يكون الملحد متدينا، وأنا أردت في مداخلتي إشارة إلى هذا الأمر، هو أن الله عز وجل يؤكد هذه الحقيقة، وهو أن الملحد مهما كان ملحدا، مهما شاء له خياله أن يتفلسف في إلحاده، فإنه في لحظة مفصلية لا بد أن يعوب، ولا بد أن يعني يستجيب للصوت المدوي في أعناقه، صوت الفطرة. ومصداق هذا ما حدث لفرعون، فإن فرعون طغى وتجبر وتفلسف، ولكنه في لحظة الجد، في لحظة مواجهة الحقيقة الوجودية الكبرى، قال آمنت أنه لا إله. وأنا استشهدت بقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وملحدون وملحدو سائر العصور مهما بلغوا في إلحادهم لن يبلغوا ما بلغه المشركون. القرآن فضح سرهم وقالوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أشكركم، السلام عليكم. رحيم، أبدأ باسم تعقيب الأستاذ. العلاقة بين الآراء الدينية والنصوص الروائية التي اخترتها كان قائما أو دافعه كان قراءة نقدية فقط أو مقاربة نقدية. هذه المقاربة ما دفعني إليها أن دائما هي ثم تلصق بالذين يكتبون باللغة الفرنسية أنهم أعداء للإسلام أو يحاربون الإسلام، فحاولت أن أحكم بنفسي عن هذا الرأي وأرى إذا كان فعلا هؤلاء الذين يكتبون فرنسية بالفرنسية، إذا كان الأداة الوحيدة التي امتلكوها هي اللغة الفرنسية في مرحلة زمنية أجبرتهم على ذلك، فوجدت أنهم ليسوا كذلك أو هم عكس ذلك. إذا كانوا يحاربون فهم لا يحاربون الإسلام كدين سماوي، وإنما هم كانوا ضد أو يرفضون الانحرافات التي وقعت في الإسلام. لابد أن نفهم أنهم كانوا يحاربون الانحرافات التي وقعت في الإسلام كالنفاق، التخاذل، التوجه لغير الله، ويضيفون إلى ذلك آراءهم الخاصة القريبة جدا من الإيمان الحقيقي. وهذه المقاربة هي مقاربة تدخل ضمن القراءة الأيديولوجية في النقد. وكذلك لماذا ركزت على كتابات بفرنسية، قلت أنها كتبت قبل 1962، لأنني لاحظت بأن الإنسان العربي ومنه الإنسان الجزائري لم يتغير، وأنا أقرأ هذه الروايات وكأنني أقرأ عن الإنسان في الوقت الراهن، وكأنه الإنسان بفكره بقي جامدا لم يتحول، يعني دائما بقى في ذلك النفاق، البعد عن الإنسانية، التخاذل. الحين حول الإلحاد الطالب سأل إذا كان القراءة كان قال بأن الذين تقرب منهم وجد بأنهم ما دفعهم إلى الإلحاد وعدم القراءة، أوافقه الرأي، ولكن عدم القراءة صحيح، ولكن حتى القراءة في لغير الكتب المناسبة يؤدي إلى الإلحاد إذا كان هذا القارئ أو المتوجه لهذه الكتب التي تتحدث عن فكرة الإلحاد لم يتسلح بقراءات سابقة. وشكرا. والغاية إن كانت هناك غاية من هذه الندوة هو تحرير العقول واحد مجموعة من المسلمات تورط بها القرصين. على كل حال عربي يدخل في هذا الاتجاه. طبعا ما قلتش من القانون الوضعي والقانون الإسلامي بهذه الحرفية وبهذه الندية، لا.
القوانين التي تصنع في الدول ذات المرجعية العربية أو المرجعية الإسلامية ماذا نسميها؟ ماذا نسميها؟ قوانين كافية؟ دولة مرجعية وإسلامية تنقل واحد المادة في القانون الدستوري في المسطرة في المحمدية. عندنا المحكمة الدستورية تنظم هذا الدستور. أي قانون جاء يخالف هوية الدولة الدينية تترفض. جاء ميثاق ديال الأمم المتحدة المادة من الدستور الفصل يرفضها إما نعدل الدستور ولا نقبل الاتفاقية. إخواتي تسألون على المساواة في الإرث. والأخ بدا يتكلم على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. 30 مادة كلها إلا جينا نقراو واحد النظرة متجردة عفوا غادي نلقاو بأنها تنسجم إلى حد كبير مع مقومات الحضارة الإسلامية. المغرب تحفظ على جوج مواد 16 و18 وآلية التحفظ مدفونة لكل الدول، لكن جوج هذا الشكل جرات قلب قول المواد الدولية كلها عليها خط أحمر، لا هذا لا غير مقبول نتحفظ بخصوصياتنا الدينية نتحفظ، ولهذا موضوع الإرث غير نكونوا مرتاحين. ملي غنديروا قانون تنظيمي تنظم الإرث والمساواة غير باش المحكمة الدستورية ترفض، طبعا رفضوا المجتمع ورفضوا السياسة العمومية، هذه فقط غير واحد الساعة في والو. نتكلموا على العموميات، المساواة حنا ماشي ضدها، بالعكس ده عنصر أصيل في الدين ديالنا. الحرية إخواتي تكلموا على المعتقد، حنا عندنا واحد المقارب الله يجزيكم بخير، واش في شي واحد مننا بغى يولي كافر واش غنمنعوه؟ شي واحد بغى يفطر في رمضان غنمنعوه؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فين هو الإشكال؟ الإشكال حينما تتحول الرغبة في الحرية المعتقد إلى رأي جامع ومنظم في المفرد بعد الإشكال. المشكلة ديال المغرب شنو هو؟ واحد أقلية غادي يطالبوا واحد المعتقد، شوية غيوليو أقلية، من بعد غيطالبوا حقوق، من بعد غتولي عنده كذا، ومن بعد غيطالبوا بالإنفصال، لأنه عنده وحدة مذهبية ودينية. هذا هو التخوف ديال المغرب. بالتالي المقاربة هي مقاربة سياسية، ماشي مقاربة دينية للموضوع ديال حرية المعتقد. غير والله إلا سمحتي واحد الدقيقة الإخوان طرحوا هذه مجموعة أسئلة. مسألة أخرى حنا نتكلموا على نظرية التغليب. لما نقولوا هذه القوانين في المغرب غالبيتها عندها الحياة الإسلامية، فهذه هي الحقيقة ديال المجتمع المغربي. نختم إن شاء الله بقضية ديال وإلا الأسئلة طرحوا مطروحة كثيرة. المسألة ديال القرآن كتاب هداية صحيح. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هذا هو الأصل. وإن غتقول بغينا نخرجوا الصناعة من القرآن الكريم، غادي يعطيك آية ولا جوج، ولكن ما بقي التفاصيل تبقى العقل ديال البشر هو اللي غيفصل. إلى عمر بن الخطاب فصل جسمانه، في اليوم كاين عمر بن الخطاب آخر في هذا القرن هذا غيفصل حتى هو من خلال الإكراهات اللي كاينة في المجتمع المغربي. إذا القانون الإسلامي في التأمين مثلا، غنقول لك القانون الإسلامي في التأمين، فين هو القانون التأمين؟ كاينة مقاربات، فهمات شخصية في كل زمان وفي كل مكان، والطبيعة كاينة هدايات عامة، وإلا في الآية التي يقول فيها الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في كل هذه صريحة في كل الأمور. لو أن هناك أهل الدين أهل تخصص أهل التجربة، فمعذرين أن نجاوب في الأسئلة الأخرى، والسلام عليكم. هذا طريق مرتبط بقضية تدبير النبطيون علاقتها بالترسانة القانونية والدستورية. طبعا هذا جوهر الإشكال في كل ما يرتبط بموضوع التديون في مجموع المجتمعات والمغرب من الدنيا. طبعا بالنسبة للمغرب تأثير يعني أما التديون تم خلال مجموعة النصوص الدستورية ونصوص في مدونات قانونية أخرى، ولكن الإشكال اللي كان مطروح وباقي مطروح وهو القراءة المعطاة لهذه النصوص الدستورية المؤثرة لكل ما هو دين. فحينما نتحدث مثلا على موضوع مثلا حرية المعتقد اللي كان منصوص عليها سابقا في الفصل السادس والآن في الفصل الثالث في السنة 2011، طبعا هذا الفصل كان محض قراءات وتفسيرات وتأويلات متباينة ومتعددة. شخصيا كتبت في هذا الموضوع منذ سنوات، كان لي رأي معين وهو أن ما يسمح به الدستور المغربي انطلاقا من الفصل السادس سابقا في الفصل الثالث حاليا، وهو الاعتراف بحرية المعتقد في إطار كون أن الإسلام دين الدولة، لأنه النص الحالي الفصل الثالث يتحدث حرية المعتقد وضمان حرية لكل أفراد ممارسة الشؤون الدينية ديالهم منضبط بنص آخر اللي كان مثلا على أن الإسلام دين الدولة. وبعض القراءات التي تعطى لي أن الإسلام دين الدولة فهذا يعني أنه لا ينبغي أن نخرج عن هذا الإطار وعن هذه المرجعية الدينية، ولكن هذا كلام محط نقاش ولا زال. الآن من الناحية المعيارية أو من الناحية ديال التأويل وتفسير قضية حرية المعتقد حتى في النص التأسيسي الإسلامي ليس هناك إشكال، ولكن من ناحية التنزيل هناك إشكالات، وهنا النقاش الذي تم
فتحوه إبان تعديل دستور 2011، وهو أنه كان هناك مسعى لتغيير هذا الفصل بما يتماشى مع فسح المجال أمام الاعتراف بحرية الأديان وحرية المعتقد مرتبطة بالشق المرتبط بباقي الأديان، بمعنى أن يكون للمواطن حرية الاعتقاد في هذا الدين أو ذاك، ولكن أيضا مرتبطة بحرية المعتقد من داخل الدين الواحد، من داخل الإسلام، وهو مرتبط بالوحدة المذهبية. بمعنى هناك بمعنى أن هناك نقاش جدي، ولكن ما يرتبط بالتشريع أو التقنين ليس مسألة مجردة، ولكن التشريع هو مرتبط بسياق مكاني وزماني وبظرف معين، لأنه حينما نفكر في تقنين وسن تشريعات معينة لا شك أننا نأخذ مجموعة من المعطيات بعين الاعتبار. والمسألة التي أشار إليها الأستاذ صحيحة واقعة، وهو أنه حينما تفتح بابا من الأبواب، مثلا إذا كان ما يتعلق مثلا بحرية المعتقد كما هو متعارف عليه دوليا، فالقابلية ديال تنظيم العيش المشترك لربما سوف يصعب السهر على تنظيم هوازنها، لأن سوف تفتح لك جبهات متعددة يصعب يعني تنظيمها وضبطها. وأكتفي بهذا وشكرا. تذكر أن المداخلة ديالي كانت مضطرة بالمقاربة ديال علم السياسة بخصوص السياسية اللي كترسل العلاقه الجدليه بين المجتمع والدوله، كيف يؤثر المجتمع في الدوله وكيف تؤثر الدوله في المجتمع. العلاقه الجدليه كانت في 15 مرة ذلك باش نحدوا الاطار ديال المداخلات. القضيه السؤال اللي طرحوا الطلبه حول ثنائيه الدين والسياسه، هذا الاشكال كان مطروح تاريخيا حتى في سميتو الخطاب الديني الرسمي الى الخطاب الديني التاريخي ما قصرش. انا هنا كنناقش الاشكاليه ديال ان السياسه الدينيه الجديده حاولت انها تفصل العلاقة بين الدين والسياسة على مستوى الفاعلين، على مستوى شخص الملك ونص صلاح تاريخيا وفقهيا وفي نقاش. على مستوى الفاعلين السياسة الدينية كتقول خصنا نفصلوا، الفاعل الديني ما خصوش يدخل في الشأن السياسي، والفاعل السياسي ما خصوش يدخل في الشأن الديني، ولكن على مستوى التطبيق، على مستوى الممارسة لم نجد هذه المسألة محترمة، لذلك نجد أن يطلب من فاعل ديني من موقعه من منزلته كفاعل ديني أن يؤدي أدوار سياسية، أن يقوم مثلا بتبرير مثلا ممارسة سياسية، أن يعطي خطاب سياسي. وأتيت بنموذج ديال الاستفتاء على الدستور 2011، كيف أنه تم كيف انخرطت الزوايا في حملة الاستفتاء على الدستور والدعوة إلى التصويت بناعم وتعيين بعض الطقوس التي لها طبع صوفي وإعطائها التظهر السياسي. وعطيت بمثال ديال ليلة مباركة الدستور الجديد بعد الاستفتاء على الدستور، تم إحياء ليالي في بعض الزوايا سميت لهذا الاسم لحمدا لله وشكرا كما جاء في الورقة الإعلامية التي وزعت آنذاك. أن إذن هنا يتم خرق هذه القاعدة التي تقول التي جاءت بها السياسة الدينية الجديدة، تقول بأن الدين السياسي يجب أن يكون مفصولين على مستوى الفاعل الديني والفاعل السياسي. وشكرا. ولا ألتقي إلى ونفتح المجال أن مداخلة الجلسة العلمية الأخرى عن جواب في ثلاث جمل باختصار. المسألة الأولى في علاقة بين القراءة والإلحاد، أنا عندي إشارة بسيطة جدا، يجب أن لا نقرأ بالمسلمات. هذا سنتفق عليها، وهذا ما كاين طلبة جامعيين وأسسنا باحثين ومشروع ديال أسسنا باحثين المستقبل. يجب أن لا نقرأ بالمسلمات، لأن المناهج كلها وخا كناخذوها كآليات لا تنفصل عن مرجعياتها. وبالتالي أي نص أي كتاب أي كذا يجب أن نقرأه ونبحث عن خلفية التي تعطينا صاحبه، لأن الإنسان ما يمكنلوش يزول ما يكونوش يتنازل عن المعتقد ديالو، راه من لحظة للحظة كتبقى كيكتب كتبقى عنده إشارات معينة للأمر هذا، وبالتالي يجب ألا نقرأ بالمسلمات ونستروا عليها. المسألة الثانية، الربح والرهان، أعتقد في نظري الربح والرهان من هذه الندوة إذا استطعنا غير بعدا كنفرقوا بين جوج أمور، بين الدين كمعتقد وكأصول، وبين التدين كسلوك وتمثلات خارجية. لأن بعض الأحيان إحنا نحكم على الدين
وعلى كمعتقد واصول انطلاقا من تشخيصنا لواقع السلوكات الخارجيه. بالتالي فهذا الامر هذا اساسي ديالو. كذلك يجب الانتباه الى واحد حلقه الوصل ما بين الدين كمعتقد وبين السلوك اللي هو هذا الانسان. هذه كذلك مركزيه الانسان ومحوريته في هذا الكون. ربما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون. هذه الانحرافات علاش جات؟ الدين واش الدين تمس؟ ما تمسش. كمعتقد واش تمس؟ ما تمسش. ولكن هذه الافهام منين جات؟ هذه السلوكات، هذه الانحرافات، هذه المجموعه الامور، هذا التطرف، هذا الارهاب، هذا منين جات شي حاجه؟ جا اذا تشخيص هذه السلوكات الدينيه خصنا نشوفوا هذه المحددات النفسيه واجتماعيه وكذا اللي تبعات هذا الانسان. وهنا كيجي السؤال كيقول لك الطالب علاش فرنسا؟ هذا الخطاب بسيط. احداث اللي كانت قديمه كان الاشخاص ديالها اش كيقولوا؟ كيقولوا هذا الانسان هذا من العالم الثالث، الفقر، البطاله، الجهل، الترس. هاد الناس هادو ابناء فرنسا، تربيه ديال فرنسا، الرخاء المادي متوفر، وعلاش مشاو داروا هاد السلوكات الغير المقبوله على مستوى التدريب؟ علاش داروها؟ هذا هو السؤال. اذا خصنا نبحثوا على هاد المحددات اللي جعلت هاد الانسان هذا يقترف هاد الجرم باسم الدين. شكرا. عليه سؤالان. السؤال الاول فهمت منه وهو هل يمكن للخطيب ان يتناول قضايا الشان العام؟ هنا لابد من التفصيل. قضايا الشان العام نوعان، هناك قضايا متفق مجمع عليها فيها نصوص قطعيه، هذه طبعا من حق الخطيب ان يتحدث عنها، فمن حق الخطيب ان يتحدث عن ظاهره الرشوه، ظاهره السرقه، ظاهره الغش، هذه انها قضايا متفق عليها. هناك قضايا لم يحسن الخلاف فيها بين علمائنا رحمهم الله تعالى او الاحياء منهم، فهذه امور محل نقاش لم ينضج النقاش فيها بعد، فهنا لابد للفقيه او الخطيب ان يتحفظ عن تناول هذه الاشياء، لان المنبر ليس محلا لعرض الاراء الشخصيه، وانما هو محل لعرض الحقائق الشرعيه. ولذلك تقررت عندنا فكره وقاعده معروفه سطرها ابن تيميه وغيره، وهو ان القضايا الخلافيه ليست محلا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه قاعده في فقه الدعوه. ثم ان القضايا التي يتناولها الفقيه لابد ان يميز فيها من اشياء، ليست كل شيء يطرح في المجتمع يجب على الفقيه ان يناقشه الخطيب. اذا مثلا اذا تكلم رجل نافله اراد ان يصنع فقاعه اعلاميه من اجل ان يظهر، فلا يمكن للخطيب ان يسايره في هذا الامر فيتحول عوض ان يكون الى من يقفز وينطلق من الموقع الذي هو موقع المعالج للاشياء، فيتحول بدون شعور الى موقع لاشهار فكره الاخر. اذا فلذلك الخطيب نعم يتحدث عن هذه الاشياء، ولكن اترك الامر حتى يتحول الى ظاهره، اذا كان ظاهره فعلا فهناك ينقل هنا بالتعبير الدارج كيستاهل تهضر عليه. اما اذا كان نكره وتكلم والمجتمع رفضه فقد اجاب المجتمع ولا داعي، لان الهدف من الخطبه ماذا؟ هو استحثاث المجتمع على انكار هذه الافكار، فاذا كان المجتمع قد انكرها اصاله اذا فانتهى الامر. ثم الامر الثاني وهو منهج التناول، احيانا تكون هناك قضايا نعم فيها اشياء، لكن منهج التناول ينبغي ان يكون حكيما، ولذلك ربنا تكلم في كثير من الايات عن حكمه التناول، اما منهج التهجم والسب والشتم والتكفير وغيرها فهذا ليس اسلوبا لي، انما هو اسلوب لاثاره النزاعات وربما لي. ثم هناك ضروره الموازنة بين المصالح والمفاسد، بمعنى أن هذا الخطيب حينما سيتناول الموضوع لا بد أن يقرأ المآلات التي ستؤول إليها خطبته. فهناك موضوع يمكن أن يتناوله هذا الخطيب ولا تجد رد فعل، بالعكس يتقبل المجتمع ذلك، لكن إذا تناولها خطيب آخر ستثير زوبعة إعلامية، ربما لأن هذا الرجل في نظر المجتمع هو يميل إلى اتجاه معين، فيحتسب له أنه يميل إلى هذا الاتجاه عوض أن يكون مدافعا عن الشرع. ثم النقطة الأخيرة في نصف دقيقة، كلية أصول الدين تدرس مادة الخطباء، أقول هذا استثناء. الآن بعد توحد شعب دراسة الإسلامية على مستوى المقررات نجد في الجذع المشترك ليس هناك مادة للخطباء والوعظ، أتمنى أن تكون هذه المادة وأن تكون وحدات خاصة على مستوى الخطابة. للملحد أن يكون متدينا بالفطرة، نعم، لأن هناك تقسيم ما هو كوني وما هو شرعي. ما هو كوني هو الخلق، الفطرة هي الخلق، فاطر السماوات والأرض، يعني خالق، بمعنى أن الإنسان عندما يخرج من رحم أمه فهو يكون بهذه الفطرة، إلا أن أنا كنت مثلت بالأمس بأن هذا الإنسان عنده نظام يخضع له، نظام حياة فوضوي، يستيقظ على الساعة الواحدة، ينام
الساعة الرابعة صباحا، ولكن إذا حاولنا أن نحل دون هذا النظام ودون هذا الذي يخضع له وينقاد له فهو يظلم، يضرب عن الطعام، يذهب إلى المعتقل، يموت ويسمي نفسه شهيدا، وعندهم العالم بعضهم في الحالة الطلابية. الأمر الآخر، فكرة الفاعل الديني هل يجمع بين هذا وذاك؟ سبب بسيط وهو ما اصطلح عليه بعض الحركات الإسلامية بالتمايز، لأن الفاعل الديني هو ملك للجميع، أما الفاعل السياسي فهو بكل حزبه. والسلام عليكم.